يعصف العنف المذهبي بالشرق الأوسط بلا هوادة. اقتتال سني شيعي في سوريا والعراق، بينما تشهد المنطقة بأكملها تصاعداً مضطرداً في التوتر المذهبي. فما الأسباب الكامنة وراء موجة العنف هذه؟ اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان. من أسقط من هو صاحبكم الذي أنتم جعلتموه خليفة له، هو أبو بكر وعمر. نحقق في عمل القنوات التلفزيونية التي تذكي لهيب العنف المذهبي. أخطر الخطابات في الإعلام هو الخطاب الديني، سيكون خطاباً مفخخاً وموقوتاً في أي لحظة ينفجر. نسافر إلى العراق ومصر والكويت للوصول إلى أكثر القنوات تطرفاً. ولنعرف الرؤوس المدبرة لهذه القنوات ووسائل تمويلها. لا هي دقيقة. ستوب. شيخ أبو المنتصر. نقتفي أثر دعاة مثيرين للجدل لنكتشف أن أكثر البرامج التلفزيونية إثارة للمذهبية لا تصدر في العالم العربي فقط، بل من هنا من لندن. ماذا تقول لمن يتهمك بأنكم تمارسون خطاباً فيه تحريض طائفي ومذهبي؟ خطابك الديني يثير مشاعر لدى شباب يرتكبون أعمال يسفكون دماء. انتعشت حرية التعبير بينما أطاح الربيع العربي بحكام ديكتاتوريين عبر المنطقة. فأين البث الفضائي لعشرات المحطات السياسية والدينية؟ لكن قنوات طائفية تستغل مناخ الحرية هذا. فهؤلاء تربية حسينيات وتربية أرجيلة وشيشة ولطم وتطبير ومظلوميات، لابد أن يأخذوا على رؤوسهم كالثعابين. رصدنا عشرات القنوات الإسلامية على مدى 6 أشهر، وفي هذا البرنامج نركز على 6 من بين أكثرها تطرفاً. بعض محتوى برامجها تحريضي إلى درجة لا يمكن بثه على الهواء، ومعظمها مستفز ومؤذن للمشاعر. لعله أبو بكر عمر لا يزعل، لعله خل أشوف واحد بكري طلع حسه، خل أشوف. تستغل هذه القنوات التوتر المتزايد بين الشيعة والسنة. تعود نشأة وتباين المذهبين إلى أكثر من 1400 عام، وينصب الخلاف على من هو أحق بخلافة النبي محمد. لكن هذا الاختلاف لم يتخذ طابعاً عنيفاً بهذا القدر منذ مئات السنين، وأكثر ما يتجلى الانقسام هو في سوريا والعراق. زرنا بغداد حيث السفك الطائفي للدماء أسوأ من أي وقت مضى، حيث عنف يومي تقريباً، انفجارات سيارات مفخخة واغتيالات، وحيث مئات المدنيين يقتلون كل شهر. خلال الساعات 24 الأخيرة سجل 18 هجوماً، 2 منهما في هذه المنطقة، 91 قتيلاً و150 جريحاً. هذا هو الواقع الأمني الذي يضطر العراقيون لمواجهته. في زمن حكم صدام حسين كان للأقلية السنية اليد الطولة، وبعد الغزو الذي قادته أمريكا للعراق تسلمت الأغلبية الشيعية الحكم، مما ولد لدى السنة شعوراً بالتهميش، فكان ذلك إذاناً بسنوات من القتل الطائفي. كان السنة والشيعة يعيشون جنباً إلى جنب في كل بغداد، لكن ليس في هذه الأيام. نحن الآن في نقطة وسط بين منطقة الأعظمية ذات الأغلبية السنية ومنطقة الكاظمية ذات الأغلبية من العراقيين الشيعة على الضفة الأخرى من نهر دجلة.
في الماضي كانت الحركة والحياة طبيعية بين الجانبين، أما الآن فقد أصبحت حركة التنقل عبر جسر الأئمة عملية شاقة بسبب أعمال العنف الدامية والاحتقان الطائفي. جئنا لنقابل رجلاً أحس إحساساً شخصياً بإيلام العنف المذهبي لعشر سنوات تقريباً. يملك أبو علي كشك خضار في الكرادة حيث غالبية من الشيعة في بغداد. قبل 5 أعوام قتل أول أبنائه عندما انفجرت قنبلة في هذا الشارع، ثم وقع انفجار ثان العام الماضي. هلذنا طلعنا نريد نفتح الباب، انقلبنا عنه وعمار بالباب من شدة الانفجار. انفجار يمهم كاري من وقعنا احنا صرف بالبيت، أمها قال راحوا علاء وعباس، ركضنا ظلمة وشضايات ومشينوا على حسب الرسول الدخان. قال من هذا عباس استشهد إلى رحمة الله بالثلاجة، ركضت الثلاجة تنفس بي بابا عباس رديت بابا عباس ما يرد. إذا واحد روحنا ثلاثة شي يصير بيت ثلاثة؟ شي يصير بيت ثلاثة؟ ولدي شباب يعني كلهم صغار، على 23 أبو الأطفال، وواحد عباس 95 17 وعلي 19 عمره راح. لا لا وكلهم حلوين والله حلوين. طبعا يا أم علي طبعا. لا يمكن النظر لمصيبة أبو علي بمعزل عن محيط عام. يحمل المتشددون السنة المسؤولية عن حملة عنيفة من التفجيرات من جهة، ومن جهة أخرى تواجه القوات الحكومية وهي شيعية في معظمها تهم اعتقالات تعسفية وأعمال قتل دون محاكمة. ومما يفاقم سفك الدماء اليومي أن العراقيين يتعرضون لوابل من بث القنوات التلفزيونية بخطاب من الكراهية المذهبية سنية وشيعية. طلبنا من مجموعة من الشباب في أحد الأحياء السنية مشاهدة بعض المقاطع من بث تلك القنوات. للسيدة عائشة مكانة رفيعة لدى السنة. نوقفوا ما شاء الله، من ضغطنا احنا وقف هذا الشيء وقف. يعني احنا نعرف بيهم هم ايش يقولون وايش يسوون. أكيد أنا أرفضها 100%، أرفضها لأن دا تسيء مثلاً مو بس إلي كشخصاني ولا كطائفة، دا تسيء الطائفة، دا تسيء الأمة كاملة. ها إن شاء الله تهمجية طائفية يحاولون يأذون يوقعون بين الاثنين، بين السنة وبين الشيعة، وهذا الشيء أصلاً ما موجود. كثير هاي الأمور، شخص مدفوع الثمن على شنو دا تسب أنت؟ أنا أسبك ولعنك وشتمك، والله أنت بريطاني وهاي، ليش داي لعنك؟ أنا ضحايا حد ضحايا الحرب، وأنا ما استفاد هذا الشيء، لأن هذا سني وهذا الشيء، لأن أنا سني مصاب هيك شيء، ليش؟ كيف حرام؟ ممكن تحكي لي ظروف إصابتك؟ منطقة شيعية، حاطين عبوة، طق لهم. والله ابتلينا بلوى وشبابنا، يعني ترى تعبنا، يعني شبابنا تعبت. فلماذا تبث هذه القنوات خطاباً من الكراهية ومن يقف وراءها؟ بعد أيام من المفاوضات تواصلنا أخيراً مع قناة الأنوار 2 وهي من أشهر القنوات الشيعية العراقية. كان بث قناة الأنوار 2 وقنوات أخرى قد منع العام الماضي من طرف هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لخطابها التحريضي وتطرفها، إلا أنه سمح لها باستئناف بثها مؤخراً. يحث هذا البث من قناة الأنوار 2 على القتال في سوريا، وفي هذا الشريط دعوة لشيعة العراق أن يهبوا للدفاع عن مرقد السيدة زينب في دمشق. تقع مكاتب قناة الأنوار 2 في مكان غير معروف من بغداد، وهذه أول مرة يستقبلون فيها مؤسسة إعلامية عالمية. السلام عليكم سيد حسن، أهلا بك. نحن هنا لمقابلة حسن الموسوي كبير مستشاري القناة. أسلوب العمل الإعلامي الذي تتبنونه في أنوار 2 يشمل بعض هذه العناصر، عناصر التحريض وعناصر الإثارة المذهبية. نحن لا نقول كل ما يخالفنا في العقيدة وبأكثر دقة ليس شيعيا ولا يتبنى المذهب الشيعي كمنهج وفكر وعقيدة هو ناصبي أو هو مستباح الدم والقتل، بينما الآخر الذي يتبنى مصطلح الروافض يعمم على الجميع
هؤلاء كفرة ورافض ومستباحي الدم والقتل. يبدو وكأنك وجدت في ذلك رخصة لأن تستخدم بعض الخطاب وبعض الأشياء في البث والمادة التي تبثونها بالضرورة ستؤدي إلى إثارة المشاعر الكراهية نحن في المجتمع الواحد المتعدد العقائد والمذاهب. ليس بالضرورة، من المحتمل ولكن ليس بالضرورة. طيب، أريد أن أعرف عن تمويل قناة أنوار اثنين. القناة قائمة بجهد شخصي لمجموعة من الأشخاص، أما كأسماء فلست مخولا بأن أتحدث. ربما هذا الذي يدفع أو يتبرع أو يريد لا يريد أن أذكر اسمه. لماذا هم حريصون على أن يظلوا نكرة؟ ربما بعض المتبرعين، ربما بعض اللي لا يريدون من الناحية الشرعية أن يحسب عملهم ربما رياء أو سمعة. ليس غريبا أن تحجم قنوات كالأنوار اثنين عن الكشف عن مصادر تمويلها، وتعلم الحكومة العراقية جيداً خطر هذه القنوات الدينية، وعلقت العام الماضي بث 10 شبكات منها بسبب خطابها المذهبي التحريضي، ومنها الأنوار اثنين وقناة أهل البيت التي ينصب عليها أيضاً تحقيقنا، ولا يزال معظمها ممنوعاً من البث. كان لابد من مقابلة مجاهد أبو الهيل الذي عمل في هيئة الإعلام والاتصالات عند اتخاذ قرار المنع. من أخطر الخطابات في الإعلام هو الخطاب الديني. الخطاب الديني هو يتحول، يعني بعد الخطاب يتحول إلى قنابل وإلى مفخخات وإلى سيارات ملغومة. هذا الخطاب هو أخطر من أي خطاب، أخطر من الخطاب السياسي. بالتأكيد هناك أصابع طائفية وأصابع طويلة جدا هي التي تحرك مجسات هذا الخطاب الإعلامي. يعني ماذا لا يعمد إلى العمل على تجفيف منابع تمويل هذا الإعلام الطائفي؟ الهيئة اتخذت هذا الإجراء بحق هذه المحطة الإعلامية وعمدت. أي محطة إعلامية؟ المحطة أهل البيت. نعم. التي هي التي تجمع التبرعات، ولا تزال، لا يزال لديها مكان تجمع فيه. في العراق أغلق هذا المكان. لكن ما أفضت إليه تحقيقاتنا هو عكس ذلك، فقناة أهل البيت لا تزال تجمع المال في العراق. طلعنا لبوك مكتب قناة أهل البيت. هذا مكتب في بغداد تجمع فيه تبرعات للقناة، ومع ذلك فقناة أهل البيت لا تبث من العراق، فهي تستخدم أمريكا قاعدة إنتاج لبث خطابها إلى جميع أرجاء العالم العربي. حسن اللياري هو مؤسس القناة وهو أبرز مقدميها، ويبدو مصراً في تعمده الإساءة لمشاعر السنة ومهاجمة رموزهم من صحابة الرسول كأبي بكر وعمر. إن ولدي الصغير أفضل من آلاف مثل أبي بكر وآلاف مثل عمر وآلاف مثل عائشة. ثائر الدراجي ناشط إعلامي شيعي معروف، كان فعالاً أيضاً في جمع المال لقناة أهل البيت. عمل خطير هذا الذي يتخذه، فهو يواجه عدة تهديدات بالقتل وصدرت بحقه مذكرة اعتقال. لا أحد يعرف المكان الذي يلوذ به، لكنه وافق على مقابلة مخرج البرنامج على ناصية أحد شوارع بغداد. ثائر الدراجي يسافر في السيارة التي تتقدمنا ويقول إنه ملاحق قانونياً ومتوتر حتى اللحظات الأخيرة من المفاوضات مع المخرج عمر عبد الرازق، ولقد اتفقنا على أن نلتقيه في مكان سري. ولا يجد غضاضة في المجاهرة بميوله المذهبية. العمري لا نعتقد بإسلامه في الآخرة، وإنما نعامله معاملة المسلم في الدنيا فقط، وإلا في الحقيقة هو كافر. طيب أنت قاعد تحاسب الناس على، هل تدرك شيئاً عن؟ أنا لا أحاسبهم، أنا أعبر عن عقيدتي. يجب أن نفرق، يجب أن نبين للعالم، العالم الغير إسلامي، أن هناك إسلامان، إسلام عرضه أبو بكر وعمر، لا أسميه إسلام أنا في عقيدتي، أسميه دين بكري، دين عمري، دين عائشي، وإنما الإسلام هو التشيع فقط. في العراق أليس هناك جهات دينية، مؤسسات دينية تجمع المال؟ لكنها لا تجاهر بذلك خشية الملاحقة القانونية. كانت لي خبرة في مكتب قناة أهل البيت التابع للشيخ حسن الله ياري، جمعت تبرع خلال شهرين مبلغ لا بأس به، وكان أغلب الناس الذين يأتون للتبرع هم الناس الفقراء، فقراء الشيعة. بعيدا عن عدسة الكاميرا، أخبرنا الدراجي بأنه جمع من المال لقناة أهل البيت 250,000 دولار أمريكي. للدراجي سمعة كبيرة أيضاً بسبب اتصالاته الهاتفية ببرامج القنوات السنية، حيث يستفز مقدميها ويعلق تعليقات مسيئة لأفكارهم ومعتقداتهم.
عرضنا عليه شريط فيديو مسجلا لأحد اتصالاته بقناة سنية. قال لرسول الله: ماذا تقول في التي قد وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ اقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل شيعي رافضي خسيس. أتطعن في الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاها؟ في الواقع ما تفعله يؤدي أوتوماتيكيا مباشرة إلى سفك الدماء. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا في بداية خروجه ودعوته للإسلام سفكت دماء وذهبت أرواح ناس، لكن لا يعني ذلك أن تكتم الأفواه من أجل أن لا تسفك الدماء وأن لا نبين الحقيقة. من الواضح أن الحكومة العراقية عاجزة عن إغلاق القنوات الطائفية أو منعها من جمع المال، ويزيد الطين بلة أن كثيراً منها موجه للعراق لكن بثها يتم من خارج العراق، ولبعضها مقرات ومكاتب في مصر وهي من أبرز مراكز الإنتاج الإعلامي العربي. معظم مسلمي مصر على مذهب أهل السنة، وبها أقلية ضئيلة متكتمة من الشيعة، وهي قاعدة لكثير من المثقفين والمحطات التلفزيونية والصحف المؤثرة. ومصر أيضاً مقر أبرز مركز للفكر السني في العالم الإسلامي، ألا وهو الأزهر. أحد خريجي هذا الصرح العلمي الرفيع هو الشيخ محمد الزغبي، وهو من أبرز علماء السنة وأقواهم نبرة في مصر، ويشارك في كثير من البرامج التلفزيونية. اليوم يلقي الشيخ الزغبي خطبة الجمعة ضيفاً على مسجد قرية برج البرولوس على البحر الأبيض المتوسط. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من الروافض، احفظها من الروافض، احفظها من الروافض، احفظها من الامريكيين، احفظها من الامريكيين، احفظها من ذاع صيت محمد الزغبي بخطبه ودروسه النارية ضد أقباط مصر، لكنه يوصف الآن بأنه أبرز أصحاب الخطابات المناوئة للشيعة، ويزعم بأن له من الأنصار عشرات الآلاف، ويمكن أن يعتبر من المشاهير هنا. عندما انفضت جموع المصلين دعانا الزغبي إلى مكتبه، حيث عرضنا عليه أشرطة من بعض البرامج التلفزيونية التي شارك فيها. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على نبيك، اللهم إنهم تطاولوا على أمهات المؤمنين، اللهم إنهم تطاولوا على الطاهرة الطيبة التقية، اللهم إنهم تطاولوا على أمنا. هذا كان له توقيت، يعني على أساس برضه أكون يعني منصف جدا وهصدقك بالحرف الواحد، التوقيت هذا كان ياسر الحبيب من خلال قناته. نعم. أقام أمرا على عائشة رضي الله عنها وارضاها لا يقبله القاسي ولا الداني على الإطلاق. أظن ياسر الحبيب داعية شيعي يبدو مصرا في تعمده الإساءة لمشاعر السنة. قصائد في عائشة رضي الله عنها، سب في عائشة، اتهامها بالزنا الصريح، اتهام الصحابة بالردة إلى آخر هذه الأمور. فالأمر لم يكن على سبيل الإفراد على الإطلاق، ولكن كان على قناة فضائية، ثم بعد ذلك انتشر على شبكة العنكبوتية بشكل مريع جدا. الشيخ محمد الزغبي يزعم أن ما يقوم به هو الدفاع عن السنة في وجه تهجم الشيعة. أنا أديك مثال بتصوير من كتبهم هم. لعن موت أهل السنة عند حضور جنائزهم، إباحة دماء أهل السنة بالأدلة الكثيرة جدا دي اللي مسرودة أهي وراء بعضها. إذن أنا في مواجهة ما يشبه القاعدة، بل أشد من القاعدة وأشد من التكفيرين تماما بتمام. تعتبر المجاهرة بموقف مذهبي بهذه القوة ظاهرة جديدة في مصر. فبعد سقوط نظام مبارك في 2011 شهدت البلاد ثورة وغليانا سياسيا دراماتيكيا،
وبينما أخذت مصر تتنسم حرية التعبير، سرعان ما بدأت الأصوات الطائفية تتسرب إلى خطاب الحوار السياسي. يا سيادة الرئيس، أناشدكم باسم هؤلاء الأخيار وباسم الشعب المصري ألا تفتحوا أبواب مصر الطاهرة للرافضة. فوالله ما دخلوا مكانا إلا وأفسدوه. وبعد أن كان حكرا على المجالس الخاصة، أصبح سماع مشاعر كراهية الشيعة أمرا ممكنا على عدد من القنوات المصرية. وعلى خلفية هذه الأوضاع، أخذ الشيخ حسن شحاتة يسيء إلى مشاعر السنة على شاشات التلفزيون. يكون عائشة لو عندي أش ولا فيلوموا علينا يا حبيبي، يجوا ينقشونا البلاوي كلها في كتبهم. لكن حسن شحاتة سرعان ما دفع ثمن الخطاب الطائفي الذي تبناه في قرية زاوية أبو مسلم جنوبي القاهرة. في 23 من يونيو حزيران 2013، وفي أحد المنازل غير بعيد عن هذا المكان، التقى مجموعة من الشيعة المصريين في مناسبة دينية كانوا قد دعوا إليها الداعي الشيعي حسن شحاتة. وما أن علم بأمر وجوده حتى احتشدت جموع غاضبة مهددة باقتحام المنزل. رتبنا للقاء حازم بركات، وهو مصور صحفي من المنطقة، كان شاهد عيان على الأحداث ساعتها. كنت قاعد في البيت، جاء حد من البيت قال لي ده في ده محاصرين الشيعة، فجيت على طول على مسرح الجريمة. جيت من الشارع ده كده، في جموع في الشارع، شارع البيت في آخر الشارع كده، جموع في الشارع مليين المكان مليين المكان. كانوا هتافاتهم كانت يا شيعة يا ملعين، عليكم اللعنة اليوم الدين، برا برا الشيعة، برا حسن شحاتة، برا غضب رهيب. انت مش عارف تسمع ايه ولا ايه، العدد كان كبير. حسيت ان مصر بتقع، حسيت ان ايه، انا عايش في العالم ده ليه؟ ايه اللي يخليني عايش في العالم ده؟ ان بمجرد اختلاف ناس على مذهب او كده بيقتلوا في بعض. حسن شحاتة ورا ورا ميت، حسن شحاتة على فكرة مش عايش. قتل حسن شحاتة وسحل مع ثلاثة رجال شيعة آخرين، فيما أصبح أسوأ قتل طائفي سني شيعي في تاريخ مصر الحديث. ايه اللي حصل؟ قتلوا الناس صح؟ يا عم بيضربونا، مش عايز. أثار وجودنا مشاعر حادة لدى جمع من سكان القرية. لا لا ما فيش، احنا بنقولش، احنا بنقولش مؤامرة. احنا لا كفر ولا ارتكبنا، ما قلناش. انا انت سمعتني بقول ايه؟ انا بقول ان الزاوية، بص بص بص، الموضوع ده كفايه بقى خلاص، الموضوع ده خلص وانتهى. القناه كلها اتكلمت علينا ببشاعه وما شافوش البشاعه اللي هم فيها. حضرتك مفيش اكتر من كده، الاعلام السبب ان هو وصلنا للمرحله دي. يلا ده شيء عادي جدا ان احنا عايزين نحمي الشباب تدخل الشيعه، ده شيء. انا عن نفسي خايفه ان ابني يدخل شيعه، خايفه بنتي لما تيجي تتجوز الاهم تتجوز شيعي. انا بالنسبه لي الشيعي ده حاجه بشعه. ليه كفايه ان هم صابين ام المؤمنين، كفايه سب الرسول، كفايه سب ام، بس كفايه عليه. So I'm not standing. Move. We are out. It's a very hostile environment. يبدو أن المشاعر لا تزال ملتهبة وحساسة حتى بعد مضي 6 أشهر على ما حدث في زاوية أبو مسلم. جئنا اليوم إلى هنا نحاول أن نستطلع ونحقق فيما حدث، لكننا لم نتمكن حتى من الوصول إلى مسرح الجريمة. على بعد رحلة قصيرة بالسيارة من زاوية أبو مسلم يقع مقر نايل سات، شركة البث الفضائي المصرية التي تحمل بث معظم القنوات الطائفية التي رصدناها طيلة 6 أشهر. سألنا مديرها صلاح حمزة لماذا يسمح باستمرار بث هذه القنوات. احنا أولا ما نقدرش نراقب أكثر من 700 قناة تلفزيونية، فلو جالنا شكوى من أي حد في منطقة التغطية فبنوجه الرسالة دي ولا الشكوى دي للقناة. ونظرا ان الشكوى دي بتعتبر بريتش العقد او ان هو ما احترمش
الضوابط اللي ماضي عليها. ففي الحالة دهية بنطلب من هو يوقف المادة المخالفة. وطبعا نص العقد بيقول ان هو لو عمل بريتش احنا ممكن نوقف العقد نفسه، ولكن ما افتكرش نقضى 15 سنة في هذه العملية، عمرنا ما وقفنا، لكن دايما بيبقى الوصول الى التراضي بين الطرفين. غياب قواعد قانونية تنظيمية سهل استمرار بث قنوات خطاب الكراهية المذهبية، ومن بين من استمروا لخمس سنوات رغم أنه من أكثر مقدمي التلفزيون إثارة للجدل محمد صابر. ذهبنا للقائه. ها هو يستعد لبرنامجه المسائي. ولد محمد صابر في قرية مصرية متواضعة، غادر بيت الأسرة للتعلم في القاهرة وهو بعد في الثانية عشرة، وراودته منذ تلك السن المبكرة أحلام تقديم الأخبار في التلفزيون، وهو معروف جدا كأبرز مقدمي قناة صفا. عندنا قضية أن احنا عندنا سرطان استشرى في جسد الأمة، هذا السرطان اسمه الشيع، تمام؟ أنا أستاذ نور لما لاحظ أنك استخدمت تعبير سرطان واستخدمت عبارة فيها تعميم، قلت الشيعة. هل تعني ما تقول؟ أعني ما أقول. الشيعة بكامل بكاملهم؟ بكاملهم، تعدد أدوار وحدة هدف، لا فرق بين أحد فيه، ولا تقول لي شيعة عربي ولا تقول لي شيعة فارسي ولا صفوي ولا غير ذلك، هم سواء. في هذا الملف أنا واضح وصريح، لابد أن أضع العناوين الصحيحة. إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولكو. أنا ما يهمني شيعي يدخل عندي، مش عايزه، خليك مكانك كما كنت. معنى هذا انك تريد ان تتمادى في هذا الصدع، في هذا الخلاف. هو مش أصلاً مش المراد تحقيق التعايش بين سنه وشيعه، هو اللي مش عايز التعايش، مش انا، لانه هو لما بناتي للتقارب ونقول تقارب، هو عايز يقربني للزباله بتاعته، مش عايز يتقرب الى الحق الذي اعتقده انا. بس وصل لك يا بسم الله. انضممنا إليه في مقر صفا لمتابعة برنامجه المسائي. شغلك ده ما بتعتبروش مصدر خطر محتمل على الأطفال، على أولادك، على أسرتك؟ طبعا مصدر خطر مش محتمل، مصدر خطر قائم دايما. حصل لي حادث اختطاف قبل حادث؟ طب وكان ورا ناس شيعة من إحدى محافظات الصعيد يعني. لم يمكن التحقق من واقعة الاختطاف، إلا أنه لا شك يستعمل الرواية لتعزيز صورته الإعلامية. الاثنين اللي كانوا بيضربوا في لمدة 10 ساعات وهم محتجزين في الشقة سرقوا سيارتي وأكرهوني على التوقيع على 100 مليون جنيه وعقد بيع سيارة 90,000 جنيه. هذا هو مقر قناة صفا، وقد منعت إبان حكم مبارك لخطابها المذهبي التحريضي، لكنها استأنفت البث بعد سقوط حكمه. وبعد عزل الجيش لمحمد مرسي صيف 2013، شددت السلطات المؤقتة الخناق على عدد من القنوات التلفزيونية، لكن بث قناة صفا مستمر. وتعتبر القناة من أفضل القنوات السنية تجهيزاً، وتقول إدارتها إن مشاهديها بالملايين، وتعتبر بعض برامجها شديدة الإثارة للمشاعر المذهبية. هذا الزنا دين عندهم، شرعنوه ووضعوا له فقهاً في دينهم الشيعي، دين ابن سبأ اليهودي بتمويل فارسي مجوسي من 30 سنة. تقدر كلفة قناة تلفزيونية دينية $450,000 أمريكي سنوياً. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلاً ومرحباً. لكن تمويل قناة صفا تكتنفه سرية دقيقة، تشجع القناة مشاهديها على التبرع لها. كشفت تحقيقاتنا أيضاً أن مجموعة صغيرة من المانحين الأثرياء توفر معظم الموارد المالية اللازمة لتسيير القناة. منذ البداية واجهنا غموضاً يكتنف الجهة الممولة لقناة صفا، لكن المخرج عمر عبد الرازق تمكن من الحصول على نسخة من وثيقة داخلية
هذه الوثيقة تكشف أن قناة صفا تدار وتمول من قبل رجل أعمال كويتي. الرجل الذي نبحث عنه يدعى خالد العصيمي، وها نحن في طريقنا إلى الكويت لنحاول اقتفاء أثره. الكويت دولة غنية بالنفط، يوفر لها نظامها الأميري استقراراً في بلد بغالبية سنية وأقلية شيعية متنفذة، وليس في تاريخها شائبة من التناحر الطائفي. أمتار قليلة تفصل هذا المسجد السني عن هذين المسجدين الشيعيين هنا في وسط مدينة الكويت، وبينما تعايش المسلمون السنة والشيعة لعقود في الكويت، إلا أن كثيراً من الأصابع تشير هذه الأيام إلى مصادر تمويل كويتية لمحطات فضائية تتحدث بخطاب ديني يثير مشاعر كراهية بين المذهبين. رغم أنه قلما يطبق، إلا أن للكويت قانونا يمنع بث خطاب مذهبي طائفي، ولعل ذلك السبب في أننا لم نعثر للعصيمي على أثر يذكر في الكويت. حسب برقية دبلوماسية أمريكية من تسريبات ويكيليكس، فقد كانت للعصيمي صلة بجماعة مسلحة مناوئة للنظام الإيراني، وتقول البرقية أيضا إنه كان على صلة بمشروع محطة تلفزيونية سنية لتلك الجماعة. نعرف أيضا أن خالد العصيمي من أسرة ذات مصالح تجارية واسعة، شقيقه وليد عضو سابق في مجلس الأمة ومن المقربين إلى النخبة السياسية الكويتية. أحد من بوسعهم أن يكشف لنا المزيد عن خالد العصيمي هو الشيخ عثمان الخميس، وهو من الدعاة الكويتيين السنة المعروفين، وقد عمل مع العصيمي عند إطلاق قناة صفا أول مرة. بدأنا بسؤاله عما إذا كان العصيمي فعلاً الرجل الذي يدير قناة صفا من وراء ستار. نعم، الذي يعرف أن أسرته غنية، ولا أستبعد أن هذه الأموال أمواله هو يملكها، وقد يكون يعني، وكان هو أحد المتبرعين الكبار معنا في قناة صفا، أو في أول البداية كان أحد المتبرعين الكبار. أنا أتصور أن الأخ خالد العصيمي يملك هذا. طيب، أن يدفع 100,000 دينار في الشهر أو قريب من ذلك. هل تعتبر قناة صفا إذن قناة تثير الخلافات ومشاعر الكراهية المذهبية؟ لا لا أبدا، لا لا، ليس الأمر كذلك أبدا. لماذا هجرتها إذن؟ في قضايا معينة، وهي الإثارة التي كانت في الشات، طيب، اللي فيها استفزاز للآخرين، ثم لما صار توجه القناة يعني كثيرا إلى جهة الشيعة، قلت أنا السلام عليكم، حتى قناة وصل. إذن هجرت صفا لأنها صارت مذهبية أكثر من أنها تعليمية تثقيفية؟ قد يكون، نعم قد يكون ذلك. أنا لا أحب أن تكون قناة مذهبية هكذا 100%، لا أحب ذلك أبدا. طلبنا من عثمان الخميس أن يدلنا على مكان خالد العصيمي فرفض. يبدو الشيخ خالد العصيمي قلقا جدا من مواجهتنا له بأسئلة حرجة بعدما تمكنا من إثبات صلته بقناة صفا وبعدما حصلنا على رقمه الهاتفي. سأحاول الاتصال به مرة أخرى. حاولت الاتصال به 5 مرات اليوم حتى كانت المفاجأة. السلام عليكم سيد خالد العصيمي، حياك الله يا سيدي. معك يا سيدي نور الدين زورجي من BBC. أنت متهم بأنك تمول مشروع إعلامي لقنوات فضائية طائفية، يمكن أن توصف بأنها طائفية بسهولة يعني. لا طائفية، مش يمكن، طائفية على طول. هات من الأخير. ألا تقر ولو بقدر من المسؤولية أنك تصرف ربما أموال على خطاب ديني يثير مشاعر كراهية مذهبية؟ أنا كنت لا أريد أن يشار لي من بعيد فقريب. هل تخشى من الملاحقة القانونية هنا في الكويت مثلا أم ماذا؟ شو القصة؟ أخشى، ما أخشى، مصر على أن لا أحد يعلم عني. لا تريد أن 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 يعلم من بعيد أو من قريب أن لك صلة بقناة صفا؟ نعم. لكن لك فعلا هذه العلاقة. لي ما لي، هذا شأن آخر. رفض العصيمي مقابلتنا، لكن مصادر عدة تؤكد أنه رئيس مجلس إدارة قناة صفا وأنه لا يزال يمولها. موقع الكويت الاستراتيجي الفريد هو ما يجعل دورها محورياً كمصدر لتمويل قضايا طائفية. تقع الكويت بين قطبي السنة والشيعة،
على الضفة الشرقية المقابلة من الخليج القطب الشيعي إيران ذات 80 مليون نسمة، وإلى الجنوب السعودية راعية الإسلام السني وكثير من الجماعات السلفية، وعلى مسافة ساعة ونصف سفر بالسيارة إلى الشمال من هنا العراق الذي تحول إلى ساحة للعنف الطائفي. هنا في الكويت تحظى القنوات الطائفية بدعم السنة والشيعة على حد سواء. لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد أو مدى انتشار المحطات الطائفية، وكثير ممن يقفون وراءها يعملون في الخفاء. عثرنا على أكثر من 120 قناة تلفزيونية دينية تبث للعالم العربي، 20 منها مليئة بخطابات شديدة الطائفية. تنتشر هذه القنوات في جميع أرجاء المنطقة تقريباً، من مصر إلى السعودية فالعراق وإيران، لكن بعضها يدار ويبث من خارج العالم العربي من أماكن كثيراً ما تكون مدعاة للمفاجأة. هذه الشوارع وارفة الظلال في قرية فولما في مقاطعة باكنغهامشير، وهي من مناطق علية القوم خارج لندن. للشيخ ياسر الحبيب حجم لا يستهان به من الأتباع في الشرق الأوسط وأبعد من الشرق الأوسط، مما مكنه من شراء مبنى كنيسة سابق في هذه القرية قيمته أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني، وتحويله إلى مسجد يستخدمه أيضا كاستوديو تلفزيوني ينطلق منه ل24 ساعة بث قناته قناة فدك المثيرة للجدل. حضرنا إحدى محاضرات ياسر الحبيب ليلة السبت. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم. حوالي 20 شخصا فقط كانوا هناك، لكن القناة تقول بأن الملايين من الشيعة في العالم العربي يتابعونه. بعض ما تبثه قناة فدك يعتبر شديد الاستفزاز. يا من تحركون بالريموت الكنترول من الكويت وقطر وما يسمى السعودية هؤلاء الأنجاس الوحوش الذين يقاتلون في سوريا، قولوا لهم بصريح العبارة ابتعدوا عن الشيعة، ابتعدوا عن الشيعة، وإلا هذه اليد التي تمتد لكي تمول وتمد من هم في سوريا سنقطعها إن شاء الله. وأنا أدرك معنى كلمتي جيدا. سجن ياسر الحبيب في الكويت بتهمة الإساءة لرموز السنة، وواجه في ذلك عقوبة سجن قد تصل 10 سنوات، ففر من الكويت وانتهى به المطاف في بريطانيا، حيث يستغل تمام الاستغلال أجواء الحرية في الدعوة لرسالته الطائفية. يعني أنه المرأة الحامل يتصادف أو يتفق أنها هكذا تسير في طريق من طرقات المدينة وعمر بن الخطاب يأتي من الطريق الآخر، بس تشوفه وما في بطنها. فلماذا إذن لم تحضر قناة فدك؟ هيئة أوفكوم البريطانية مسؤولة عن البث المرئي المسموع من بريطانيا، وقد وجهت في السابق إنذارا لقناة فدك، لكنها لم تدفع قط غرامة أو يمنع بثها. تدعو فدك متابعيها بانتظام للتبرع بالمال سواء عبر الشاشة أو عبر الإنترنت، ومن الصعوبة بمكان اقتفاء أثر هذه التبرعات. القناة مسجلة كشركة ولها صلة وثيقة بهيئة خدام المهدي الخيرية التي من أبرز وجوهها ياسر الحبيب، وللمؤسستين مدير واحد، وتبث قناة فدك بشعار الهيئة بادياً على شاشتها. رفض ياسر الحبيب طلباتنا المتعددة لمقابلته، وأوعز لناطق باسمه أن يتحدث إلينا. ماجد العبيدي، هل لك أن تخبرني عن طبيعة نشاطكم؟ هل الهيئة والقناة هل هي جمعية خيرية؟ إذا كنت تتحدث عن جمع تبرعات، هل هي جمعية خيرية أم هل هي شركة أم ماذا؟ لا، هي ليست شركة، هي فقط قناة
كل شهر تخرج ببرنامج تلفزيوني لجمع التبرعات من المحبين، وعلى هذا الأساس تعيش قناة فدك ويعيش تعيش هيئة خدام المهدي. لكن الهيئة، هيئة خدام المهدي، مسجلة كشركة في هذا البلد وعند مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة. أي فكيف هذا التناقض واضح؟ أي تناقض، وين التناقض؟ أنت تقول أنتم جمعية خيرية أم شركة؟ الشركة. أنت قلت أن أنتم لستم شركة. نحن جمعية خيرية بالأساس. جمعية خيرية. إيه. هل أنتم مسجلون كجمعية خيرية؟ في بداية الأمر لا لا لا، هي دقيقة. ستوب ذا ريكوردينج. بصراحة هذه المعلومات أنا ما كلش يعني داخل فيها، فستوب ريكوردينج. اكتشفنا أن المؤسستين هيئة خدام المهدي وقناة فدك تتلقيان قدراً من التمويل من العراق. هل تذكرون هذا الرجل؟ ثائر الدراجي الناشط الطائفي المطلوب القبض عليه قال لنا إن هيئة خدام المهدي تنشط في جمع المال في العراق دعماً لقناة فدك هنا في لندن. لا نزال بحاجة لأجوبة من ياسر الحبيب، ولذلك فسنعود إلى مقره أثناء أحد دروسه على الهواء. شيخ ياسر الحبيب، السلام عليك وعلى أهل مجلسك. ماذا تقول لمن يقول إنك تتبنى خطاباً يثير مشاعر كراهية مذهبية؟ أخي الكريم، أنا إعلامي مثلك منذ القديم وأستطيع أنه أجيبك، أقدر أنه أستبق الكلام وأستطيع أن أجيبك، لكن أنا بالفعل متخذ قرار. نعم. أنه أمتنع عن التصريحات. للإعلام. أنت تخوض مجال الإعلام، تخوض مجال الإعلام وخطابك يثير أنا نتائج على أرض الواقع. الآن أنا ممتنع عن أي تصريحات الوسائل الإعلامية، وأنتم نعم. حسب ما بلغتموني أو بلغني الإخوة أنه الدكتور ماجد تحدث إلينا، لكنك وجه إعلامي وعلم في هذا المجال، كانت لديكم حملة جرح العراق النازف، وخطابك يقال إنه مسؤول عن سفك الدماء في العراق، يمكن أن يكون مسؤولاً عن سفك الدماء في العراق. أنت إعلامياً وتحفظ هذه الجملة جيداً. No comment. لا تعليق. تفضل منا شيخ. لا أنا أريد أن أتكلم. أتكلم. شيخ ياسر، لا زلت مصراً على عدم التعليق. خلص بعد ما يجاوبك. قلالك No comment. عثرنا على قناتين طائفيتين تبثان من لندن لا قناة واحدة. قناة وصال فارسي، قناة سنية طائفية، وهي من أفرع شبكة وصال ومقرها السعودية. يقال إن شبكة وصال ممولة بأموال كويتية وسعودية، وتبث وصال فارسي باللغة الفارسية إلى إيران، وتشجع هي الأخرى مشاهديها على الانتفاض وقلب النظام الإيراني. أخوند إبليس، أخوند رافضي إبليس، این صفات خدا را از خداوند دزدیده داده مردگان داده به امام ها. اینا مسلمانان، اینا از اسلام بوی بردن، اینا از قرآن بوی بردن. اردنا ان نسمع من ابو المنتصر البلوشي الوجه الرئيسي لوصال فارسي رده على اتهامه بالتحريض المذهبي، فرفض مقابلتنا. لم يكن امامنا سوى ملاحقته في الشارع. شيخ ابو المنتصر، شيخ أبو المنتصر، مرحبا. إحنا البي بي سي، حبينا نطرح عليك بعض الأسئلة إذا سمحت. أنا ماشي صلاة الجمعة، ما بدي أخرك. لا أبدا. شيخ أبو المنتصر، ماذا تقول لمن يتهمك بأنكم تمارسون خطابا فيه تحريض طائفي ومذهبي؟ هل تستخدمون قناة وصال فارسي للتحريض ضد الشيعة؟ أنا لا أتكلم بالشارع، وخذ مني وقت. نحن طلبنا مقابلة وأنت رفضت وبارا. أي لأن لا يوجد عندي وقت. هل حصلتم على تمويل؟ أنا ماشي من السعودية. أنا ماشي لصلاة الجمعة. تستخدمونه في إثارة مشاعر كراهية دينية. أنا ليس وقتي ونكره الكراهية الدينية. خطابك الديني يثير مشاعر لدى الشباب. أنا يرتكبون أعمال يسفكون دماء. نحن ضحية كراهية دينية. طيب. ونحن نكره الكراهية الدينية، ونحن نواجه الكراهية الدينية بخطاب معتدل إسلامي، ولكن ليس مكان الكلام بالشارع. أنت تقول أن الشيعة ليس أنا أخطر من اليهود والنصارى. رجان، لماذا؟
خالد محمود عضو في البرلمان البريطاني ويساوره القلق منذ فترة من بث هذه القنوات الطائفية من لندن. أريد فعلا أن أرى إجراءات صارمة هنا، لأن هذه القنوات تسبب كما هائلا من المشاكل، وعاجلا أو آجلا ستبدأ بالتأثير على بريطانيا. يجب ألا نسمح لأحد باستغلال الأمان الموجود هنا لإثارة نعرات قد تؤدي إلى الكراهية والعنف. طالما استمرت هذه القنوات دون قواعد تحكم وتنظم بثها، سيستمر الخطاب المذهبي والطائفي في تأجيج لهيب الكراهية والعنف في العالم العربي الملتهب أصلا، وسيستمر تمزق عائلات ومجتمعات. فقدت عائلة علي حسين والدها وابنها في أتون الطائفية العراقي. أنا شيعية وأبو مروان سني، كان يموت على الشيعة. يعني أنا كنت نارين، ولدي يقولوا لي أهل الكتلة وأبونا زين ما يقبل يروح يشوف خاله على أساس الشيعة. إنه شيعي. شيعي زين، فتولدت الكراهية. أنا مرتي شيعية، والدتي شيعية، خالاتي 7 شيعة، 3 أخوال 4 أخوال عندي شيعة. يعني أصفن لها. وأنت سني. وأنا سني. أصفن لها يعني ما أعرف شلون. علي ومروان وأمر، منو عزيز قلبهم؟ أبوهم. انقتل الأب. هذا طفل شال حقد على الشيعة. مو؟ ونفس الشيء هم. والخصر منهم العوائل احنا هم شيعة وهم سنة.